أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن المفوضة هم الذين يقولون نفوض معنى هذه الآية إلى الله عز وجل، والسؤال: هل قول بعض علماء السنة إن معنى الحروف المقطعة في أوائل بعض السور الله أعلم بمراده بها وإنها أنزلت لحكمة عظيمة، هل هذا يشابه قول المفوضة؟ هذه حروف يا أخي، ما هي بكلمات، هذه حروف، والحرف لا يدل على شيء، الحرف الواحد ما يدل على شيء، لازم يكون في جملة مركبة حتى يفيد، أما مجرد حرف هذا ما يدل على شيء، فلا يعلم مراد الله إلا الله به، ما ندري، لأنه ما هو بجملة وإنما هو حرف واحد، فلذلك فوضوا أمره إلى الله. وبعضهم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يقولون لا، الحروف المقطعة هذه جاءت للتحدي، وهو أن الله يقول لكم القرآن من هذه الحروف التي أنتم تتكلمون بها، ومع هذا عجزتم أن تأتوا بآية من مثله أو سورة من مثله، فهي إشارة إلى التحدي، هذه الحروف إشارة إلى التحدي، ولذلك يأتي بعدها ذكر القرآن: ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام راء تلك آيات الكتاب، حاميم والكتاب المبين، حاميم صاد والقرآن للذكر، قاف والقرآن المجيد، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، دائما يأتي في الغالب يأتي بعدها ذكر للقرآن، أدل على أن لها معنى، وهو أنها للتحدي، أن هذا القرآن مركب من مثل هذه الحروف التي أنتم تنطقون بها وعجزتم أن تأتوا بسورة من مثله. الله أعلم. نعم.